السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكبدة الاسكندراني. كبدة ضاني. اللي محتاجينه حاجات بسيطة جدا: كبدة، ليمون، وهنعوز ثوم بس انا مش هجيبه دلوقتي، وبصل وملح وفلفل وكمون برضو مش هجيبه دلوقتي. اول حاجة هعملها، جبت الكبدة بتاعتي، ضفت عليها شوية بصل، يركنهم على جنب، هضيف الليمون بتاعي، هضيف شوية ملح، حطيت معلقة، وهضيف فلفل، وهخلط وهسيبها في التلاجة. دي على فكرة يا جماعة كبدة ومعاها الكلاوي بتاعة الخروف، كده هركنها احطها في التلاجة. انا هبيتها وهعملها الصبح. هنكمل، ادينا اهو تاني يوم. معلقة سمنة على النار، وممكن دي نستغنى عنها بس انا بحب طعمها. مش انا عموما انا باكلش الكبدة، بيبقى طعمها حلو قوي وبتبقى مميزة اللي بيتحط عليه معلقة السمنة. ولما السمنة تسيح بتاعتنا هضيف عليها معلقة ثوم. اهي السمنة بتاعتنا ساحت اهي، هضيف معلقه الثوم واخليها بس يبقى لونها ذهبي فاتح. هسيبها لحد ما نوصل للون الذهبي الفاتح بس. شايفين اللون اهو عمل ذهبي معانا. هضيف معلقه بصل، بس عايزه الروايح بتاعت الحاجات دي تطلع اكتر من كده انا مش عايزه. بعد كده هضيف الكبده بتاعتي اللي انا متبلاها، الريحه ما اقولكمش خطيره ازاي، الريحه تحفه. هضيف شوية فلفل أخضر اللي هو الفلفل الرومي، وممكن تحطوا فلفل حراق بس أنا مش هحطه في الخطوة دي. أنا هعملها، أنا هقسمها عشان في أنا عندي زوجي بياكلها بالحراق وبنتي بتاكلها من غير تاكلهاش بالفلفل الحراق. هقسم الكمية دي على شخصين. هسيب الكبدة تنزل ميتها وبعد كده تشربها تاني. انا دلوقتي هغطي الكبدة بتاعتي لحد ما تنزل المية وتشربها تاني. اضيف شوية خل، تقريبا 3 معالق، وهضيف شوية كمون، تقريبا 1/4 معلقة. الريحة تحفة، بصوا شربت الميه بتاعتها اهي. هبدا احط شويه فلفل اسود، هيظهر الطعم دي صدقني. وعصير
ليمونة. معينا انا كنت متبلاها بليمون، بس دي بتفرق، التكات البسيطة دي بتفرق معايا في طعم الكبدة بتاعتي، بتخليها فظيعة. هضيف معلقة بصل، وهضيف كمان كمفص ثوم، هضيف بقى الفلفل الاخضر عشان يديني طعم القرمشه، هقلب واسيبها بس لحد ما يدبل سنه بسيطه، واقدمها بقى بالهنا والشفا. ده شكلها بعد ما خلصت، هقدمها دلوقتي وبالهنا والشفا.